متابعينا مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، واسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات على بركة الله. أعلنت بداية وانطلاقة شوطنا 26 الذي خصص لفئة القعدان ومع تحديات سن اللقاية بمسافة 4 كيلومتر ضمن تحديات وانطلاقات هذا السباق الأول في سباقات موسم الطائف لعام 2024 للميلاد. إذا متابعينا الكرام، مقدمة الشوط وصدارة هذا الشوط، يتقدم بالمركز الأول شعار علي بن ناصر الغفراني مع المركز الأول، ومع صدارة هذا الشوط يقدم لنا شعاره وانطلاقته بالمركز الأول، بينما المركز الثاني الريان هو القادم لمنصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، من يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. القادم في هذه اللحظات شعار الدوسري مع جلمود عايض ومترك بن حميان الدوسري، والمركز الرابع القادم في هذه اللحظات راعد لمحمد بن حمد بن جابر الغفراني المري، قادم بالمركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز شعار محمد بن خجين بن محمد المري مع انطلاقة مكلف، والمركز السادس شعار بن ذروة هو القادم مع الصداوي محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري القادم في هذه اللحظات، مع المركز السادس والمركز السابع القادم بكل قوة هنا الوصول من طويرش بن نادر بن طويرش العفاري، قادم عن طلاقة الواعي بالمركز السابع والقادم في هذه اللحظات. هنا الوصول والقدوم من شعار البعيجان مع انطلاقة عدهان خالد بن محمد بن بعيجان الشمري، قادم في هذا المسار المركز الثامن والمركز التاسع. قدوم ووصول في هذه اللحظات من نسناس شعار محمد بن سالم بن محمد الفيدة المري القادم على المركز التاسع، وفي المركز العاشر الوصول في هذه اللحظات من شعار القادم بكل قوة سعود بن شافي بن ناصر بن حمود الشافي مع المتحد محتلا للمركز العاشر في هذا الشوط. إذا متابعينا الكرام، نداؤنا الأول للمراكز العشر المتقدمة أتممناه على مسامعكم، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط وإلى صدارة الشوط، إلى من تسلل في هذه اللحظات بدأ بالانطلاق مبكرا لينتزع الصدارة شعار العفاري، ومن قدم لنا في هذه اللحظات الواعي طويرش بن نادر بن طويرش بن حموده العفاري مع المركز الاول. المركز الثاني الريان بشعار الهاجري منصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري القادم مع الريان، والمركز الثالث وصول من جلمود لعايض بن مترك بن حميان الدوسري، والمركز الرابع شعار بن بخيده هو القادم مع فارق من يحتل المركز الرابع علي بن ناصر بن جابر الغفراني المري، ولكن عدهان هو القادم في هذه اللحظات بشعار البعيجان خالد بن محمد بن بعيجان العلي الشمري القادم بكل قوة، والوصول والقدوم شعار زايد بن فضي بن سليم العنزي مع الغزال، وأيضا القادم شعارك يا أبو نايف مقدما لنا ببلش وانطلاقته في هذا المسار. قدم شعار بن رويشد عبد الله بن دخيل الله بن سلام الفايد الجهني يصل مع مبلش وانطلاقتي مبلش القادم بكل قوة مع المركز الخامس، ولكن نعود إلى من غير الأمور وتسلل وانطلق إلى الصدارة
إلى من اندفع إلى المركز الأول، خالد بن محمد بن بعيجان الشمري مع المركز الأول، شعر بو محمد مع المركز الأول مع أدهان، ولكن مبلش من الجانب الأيمن بشعار بو نايف بدأ بالتسلل، عبد الله بن دخيل الله بن سلام الفايدي الجاني تسلل واندفع وانطلق إلى المركز الأول مع انطلاقة مبلش مع المركز الأول ومع الصدارة المركز الثاني، شعار البعيجان والمركز الثالث، شعارك يا بن حميان هذا اللي والله ما منا امان، وصل جلمود مع المركز الثالث، عايض بن مترك بن حميان الدوسري، الكيلو متر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، يا سلام انحصرت المنافسه ثلاثيه مع اخر الامتار، مع امتار الحسم جلمود وعدهان ومبلش، يا سلام، والقادم القادم احمد بن محمد بن عوده الحويطي قادم مع ضرغام، ضرغام هو القادم يشن الغارات، ضرغام هو القادم بكل قوة مع المركز الرابع، ولكن جلمود ومبلش من الجانب الأيمن بشعار بن رويشد وعدهان بشعار البعيجان، المعركة الرباعية عند الأمتار النهائية، لمن النوماس والانتصار، لمن الفوز، لمن النوماس، آخر الأمتار، تحرك مبلش، انطلق مبلش، عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايدي جاني ينطلق عند الامتار النهائية مع مبلش وماركة مبلش، يا سلام يا سلام على مبلش وانطلاقته، ما شاء الله تبارك الله، شعار العتيبي قادم بكل قوة، ولكن مبلش 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 مبلش، واخر الامتار عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايدي لجهني، تهانينا والنماس يا ابو نايف على هذا الفوز والانتصار وحصول مبلش بالمركز الاول، تهانينا النماس لعبد الله بن دخيل الله بن سلام الفايدي لجهني، تهانينا يا بن رويشد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وحصول مبلش بالمركز الاول بدون اي منافس، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كان الوصول والقدوم شعار بادي بن تركي الدوسري مع مبلش، والمركز الثالث حامل رقم 20 كان الوصول من شعار فهد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري من قدم صوغان، للمركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات شعار احمد بن محمد بن عوده الحويطي مع ضرغام، والمركز الخامس في الاعاده افاده. اذا متابعينا الكرام نعود بالتهاني والتبريكات لمالك مبلش على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والف مبروك يا ابو نايف على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وحصل مبلش بالمركز الاول في هذا الشوط، تهانينا والف مبروك يا عبد الله بن دخيل الله بن سلام الفايدي الجهني على فوز مبلش وحصوله بالمركز الاول في هذا الشوط، تهانينا يا ابو نايف على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني شعار بن صيب من قدم لنا مبلش بادي بالتركي الدوسري، وثالثا صوغان بشعار الحنيتم من احتل المركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات جلمود عايض بن مترك بن حميان الدوسري، والمركز الخامس كان الوصول في هذه اللحظات من ضرغام من احتل المركز الخامس، شعر احمد بن محمد بن عوده الحويطي بالفعل محتل للمركز الخامس في هذا الشوط. اذا متابعينا الكرام نعود بالتهاني والتبريكات لمالك مبلش على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا والف مبروك لعبد الله بن دخيل الله بن سلام الفايدي الجهني على فوز مبلش وحصوله بالمركز الاول في هذا الشوط. التوقيت الزمني 6 دقائق 26 39 جزء من الثانيه، تهانينا والف مبروك.